متابعينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية من طقس العرب. نهار اليوم سادت أجواء شديدة الحرارة في عموم مناطق المملكة. سجلت العاصمة الرياض 45 درجة مئوية كحرارة عظمى خلال ساعات هذا النهار، بينما سادت أجواء غير مستقرة في الأجزاء الجنوبية الغربية من المملكة وتكاثرت كميات من الغيوم الركامية الرعدية. نبدأ نشرتنا بصور أقمار اصطناعية ملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، حيث انتشرت كميات من الغيوم العالية والمتوسطة في عموم جنوب شبه الجزيرة العربية، ومنها المملكة، هي ناتجة عن اندفاع لكتلة هوائية رطبة قادمة من بحر العرب باتجاه الطبقات العالية من جنوب الجزيرة العربية، حيث تعمل هذه الغيوم أو هذه الكتلة الهوائية الرطبة على نشوء أحوال جوية غير مستقرة في المرتفعات الجنوبية الغربية خلال نهار اليوم وخلال الأيام القليلة القادمة. تتعرض الآن وإياكم توزيع درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القادمة اعتبارا من نهار اليوم الثلاثاء وحتى يوم الجمعة، حيث يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس اعتبارا من يوم الأربعاء في المنطقة الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة، حيث تعود درجات الحرارة وتسجل 50 مئوي في بعض الأجزاء من حفر الباطن، أجزاء داخلية أيضا من المنطقة الشرقية، وأيضا في منطقة الإحساء أيضا ترتفع درجات الحرارة في المنطقة الوسطى والعاصمة الرياض لتكون في منتصف 40 درجة مئوية، بينما يكون الطقس أكثر اعتدالا في المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية الغربية وأيضا المرتفعات العالية من منطقة تبوك. يوم الخميس المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة، تستمر درجات الحرارة خمسينية في بعض المناطق من شرق المملكة، تسجل العاصمة الرياض أيضا المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة لتكون في أواخر 40 درجة مئوية، ويستمر الطقس معتدل في المرتفعات الجبلية العالية. يوم الجمعة لا تغيير الحالة الجوية، تستمر الأجواء شديدة الحرارة ومرهقة في أغلب مناطق المملكة خاصة الأجزاء الشرقية منها، وتستمر الأجواء معتدلة فوق المرتفعات الجنوبية الغربية مع استمرار لفرص هطول زخات الأمطار الرعدية بشكل يومي خلال ساعات الظهيرة والعصر. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة. يسود أجواء صافية مع 30 درجة مئوية، الملموسة أيضا 30، الرطوبة 41% والرياح تكون معتدلة السرعة. نبقى في العاصمة الرياض والتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة. يوم الأربعاء 44 إلى 33 درجة مئوية، الخميس ارتفاع واضح على درجة الحرارة 46 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 33، ومزيد من ارتفاع الحرارة يوم الجمعة مع 47 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 33 درجة مئوية مع تفرق لبعض الغيوم العالية بدون فعالية. نستعرض الآن وإياكم تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي المدن السعودية ليوم الأربعاء. نبدأ شمالا من تبوك 40 إلى 27 درجة مئوية، سكاكا 43 إلى 31 مع أجواء حارة، ونفس الأجواء في عرار. نذهب الآن غربا إلى المدينة المنورة 46 إلى 32 درجة مئوية، رياح نشطة في جدة 37 إلى 29، مكة المكرمة 41 إلى 31، والطائف 35 إلى 26 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية أحوال جوية غير مستقرة في أبها، زخات من الأمطار 32 إلى 20، الباحة تقصان جزئي مع 32 إلى 22، وجزان 39 إلى 32 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الدمام 42 إلى 30، حفر الباطن 47 إلى 31، والإحساء 47 إلى 28 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الوسطى، العاصمة الرياض 44 إلى 33 درجة مئوية مع تفرق لبعض الغيوم العالية، بريدة 44 إلى 30، وحائل 42 إلى 28 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.